سلمى، مع بدء فصل الصيف يعود الاهتمام بالنباتات الخضراء بالمنزل يتصدر أولويات اهتمامنا، وهنا بنكون بحاجة لمن يدعم الخيارات ويساعدنا على اختيار النباتات المناسبة ضمن المنزل. كيف ممكن نستغل مساحة صغيرة للزراعة المنزلية؟ كيف ممكن نعتني بالنباتات ونحافظ عليها مع حرارة الجو؟ ما أهمية الحماية وقديش بنستفيد فيه داخل البيت؟ خلينا نتعرف عليه سوا مع السيد خالد الكور، منسق النباتات الزينية المنزلية. سعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحكم إن شاء الله. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. خلينا نبدأ مع حضرتك ونتعرف أكثر عن النباتات المرغوب فيها بشكل عام بقلب المنزل واللي هي بتكون متوفرة بهذا الفصل من السنة. يسعد صباحكم. هلا بالنسبة للنباتات المنزلية، متعارف عنا في النباتات اللي هي التليفون، الكريتون، اليوغا، متعارف عليها من سابقا، بيحبوها المنزل أهل أول يعني كانت قديمة. لا، درجة الأصناف الجديدة صارت تطور، الكروتون بأصنافه، الدراسينيا بأصنافها، أصناف درجة جديدة للديكورات المنزلية. في أراني صرنا ضمن المنزل نقدر نستخدمها لنعمل فيها ديكور، مبدأ حديقة مصغرة نشتغل فيها. يعني تطور بالنسبة للبيت ما مو متضمن برندة خارجية وكذا، عم نستخدم نحن ضمن المنزل ديكور داخلي يعمل جو حديقة صغيرة مصغرة. وهذا بدي اسألك عنه سيد خالد. سابقا كنا نشوف البيوت العربية في عندك مساحة أرض، نشوف الجنينة دائما في كان أشجار ونباتات. اليوم مع التطور العمراني والتكنولوجيا صارت المساحات يمكن هي أصغر وأقل، فبتلاقي حتى البرندة ممكن تكون موجودة ممكن لا. كيف فينا نستثمر مساحة صغيرة داخل البيت ليكون في جمال للطبيعة وبنفس الوقت نقدر نحافظ على هيدا النبات؟ يعني في عندك حر، في عندك تبدل بالجو، مع ظروف مناخية بتلعب دور كثير أساسي. تمام. هلا بالنسبة لاستخدام مساحة ضمن المنزل، أول شيء بتعتمد على ديكور المنزل الأساسي، بتعتمد على الإضاءة محكوم فيها المنزل الخارجية، في مناطق بتكون إضاءتها خفيفة، فبالاعتماد على مساحة لازم نحن نستخدم فيها ديكور. المفروض نسأل حدا خبير لحتى استخدام المساحة لنباتات تكون لنفس جو المنطقة. بالنسبة للبيوت العربية كان الشائع من قديم الياسمين الشامي، الياسمين العراتلي، الحمضيات، النانرج، الليمون، البلاب، من هي الشجرات النباتات المتسلقة، بتعرش على يعني هي تراث البيوت العربية. هلا مع التطور صار في درجة عندنا الحمضيات القزمية، صارت على مبدأ شجيرات صغيرة، في عندنا صار البونساي، عندنا صار ياسمين المقزم، أصناف درجة جديدة. بس بالنسبة نحن استخدام الديكور المفروض دائما يكون في خبير نحن عم يعين للجهة نباتات معينة نستخدمها بالديكور تناسب مع جو المنزل، تناسب مع الإضاءة الخارجية، مع الحرارة، تناسب مثلا المنطقة إذا كانت مناطق أرياف فهي بالشتاء باردة، مناطق ضمن مدينة بتكون بدها أصناف استوائية تحمل حرارة عالية. نعم، يعني كمان اليوم نحن معنا عدد من الأصناف. قبل ما نبدأ نحكي عليها خلينا نقول تعودنا أنه نباتات بالبيت للإضاءة، فبالتالي بتتحمل تنحط بالصالون، تنحط بغرفة ما فيها ضوء، ولكن في نباتات تضطر أنه نحن نحطها على الشباك أو نحطها مكان مصدر للشمس. هي العناية الأولى اللي أنا للنباتات. للنباتات العناية رقم اثنين واللي هي بصير فيها أخطاء شائعة، كيف أنا بسقي الزريعة، كيف بقلمها مثل ما بيقولوا؟ خلينا نحكي عن هاي التفاصيل لو سمحت. هلا بالنسبة للنباتات نحن في نماذج عنه، بالنسبة عنه بنبلش بنبتة الكريتون البيترا. هاي الكريتون هي النبتة الرئيسية الأم، وفي منها أصناف الجديدة الكريتون الأسيتون، الكريتون الأجوبا، هي أصناف جديدة من الأصناف كتير راقية جدا، تميز يمكن كمان تميز بألوان وراقة، بجمالية ألوانه. بس هذا الصنف من النباتات المنزلية اللي بتطلب إضاءة عالية تكون خارجية، وبده درجة حرارة لا تقل عن 20. من درجة 17 تقريبا بلش منحس بإصفرار أوراق من تحت على تأثير البرد. بده مناطق شبه تكون استوائي، أو لو ضمن فترة الشتاء يكون منزل مكيف مدفى. يعني يكون عندنا صنف ثاني اللي هو ممكن يلقى أراني عتمة، معناه عندنا الدراسينا بأصنافها، في عندنا الدراسينا المسنجانا، صنف من الأصناف المميزة على الكاميرا، صنف من الأصناف المميزة تستخدم كمان بالديكورات المنزلية. حاليا صرنا نستخدم منها لبوكيهات الزهور، نستخدم وراقة تنعمل بشكل ديكورة.
هي من الأصناف اللي ممكن تقعد بأراني ظليلة تتحمل ضمن المنازل نسبة إضاءة فيها خفيفة لدرجة الإضاءة 30%. أنا الصنف الثاني منها دراسينيا تريكولور، أي ثلاثية الألوان بتجي. هي شو بتحتاج هي إذا في؟ هذا صنف مقزم بيحتاج للإضاءة بنسبة 60-70% تقريبا. بالنسبة للحرارة ما تنزل تكون تحت 15 درجة مئوية. تتحمل نوعا ما أكثر من غيرها. والفكرة الرئيسية نحن بصاية النباتات. هلا سابقا كانوا مثلا يقولوا مثلا القهوة تزيد قهوة يحطوها بال. هاي التفاصيل كنت عم بسألك عنها. ضمن التربة. زيد مثلا تفل الشاي يستخدموه ضمن التربة. هلا هي أفكار شبه خاطئة بس إنه أهل أول كانوا إنه على عادات كهنية للنبتة. شو الصح؟ بالنسبة للغلط من الشاي ومن القهوة، الشاي بيسحب الحديد من بشكل عام، فنحن بنكون عم نسحب حديد من النبتة على المدى. أو في منهم كانوا يسقوها كمية المي يسقوها كاسة صغيرة. كمية المي إذا كاسة عم تسقي هي سطح التربة. وبالنسبة للنباتات هي جذورها جاية بالأسفل. بأسفل. فنحن وقت بنسقي بنسقي بكمية تصل للسفل لحتى تعطيها رونق للعروق اللي فوق. بالنسبة للموعد السقاية تبعها يا اما بدنا نسال نحن خبير على هواء توزيع النبته يا اما نحن بدنا نتابع على ندس التربه لفوت تقريبا الاصبع على درجه 3 سم بنشوف نسبه الرطوبه المتواجده فيها خفيفه او عاليه. اذا كان فيها نسبه رطوبه بسيطه فينا مثلا نأجل موعد سقايه ثاني يوم. اذا كان فيها نشاف بلشت على نشاف هون ساعتها بنسقي بكميه انه تشبع النبته معنا تقريبا قريب النص لتر تقريبا ما. طب شو هي اكثر النباتات يمكن اللي بتقعد فتره طويله فينا نقول لانه مثل ما قلت يعني بدها ظروف معينه مناخيه والاعتناء فيها بس بفصل الصيف كمان الحراره بتلعب دور. اذا انا بدي اقتني ما عندي يعني نباتات بالبيت وقررت اقتني شيء جديد بس بنفس الوقت يدوم طويلا بحيث انا اقدر استفاد منه ويتم منظر جمالي بقلب البيت. هلا بالنسبه للنباتات الشغله مثلا نحطها في ايام مثلا اشخاص ما كثير عندهم فضل لمتابعة الصقيم ومتابعة الاعتناء، فنحن بدنا نختار أصناف اللي هي بتتحمل العطش تتحمل مشقة. في عنا أصناف مثل اليوغا متواجدة هذه، في عنا أصناف ثانية اللي هي الأروكاريا، أي أصناف تتحمل مشقة على مبدأ شجيرات معمرة قزمية وعد. ونفس الوقت جميلة بالبيت يعني. طبعاً قطعة جميلة بتستخدم بالديكورات وصار في منها ألوان جديدة، ألوان تطور يعني على التهجيم. من الوان ابيض واصفر الوان جديده. اختيار منيح، نحن مختارينها بالاستوديو اختيار جيد يعني. اليوغا اللي موجوده عندنا بالاستوديو لا هي من الاصناف اللي بجو بلادنا مرغوبه يعني اخذت مع الجو، تحملت على الحراره، تحملت على العطش، حتى فصل الشتاء تحملت. هلا حتى هذا الصنف نحن في جماليته انه بيستخدم معنا خارجي وداخلي. ممكن نحطه نحن بمناطق خارجيه خفيفه الشمس بيتاقلم مع الظروف المناخيه شمسة الصبح تمام. في عندنا هذا الصنف، الصنف الثاني اللي هو الاروكاريا بتجي على مبدا طبقات كمان بتعيش داخليه وخارجيه. هي الاصناف تتحمل مشقه لانه اعمارها كبيره بس حجمها بتجي صغيره معه. أكيد. كمان ضمن حديثك حكيت عن فكرة أنه صاروا الناس ياخذوا البرتقان القزمي، الشغلات هي الفواكه القزمية ويزرعوها بالبيت أنه منها زينة وبنفس الوقت خزينة مثل ما كانوا يقولوا أيام زمان. طيب هلأ شو في إمكانية إذا حدا عنده هيك بالبيت مساحة صغيرة خصوصا الطوابق الأرضية، هل بينجح بعض أنواع الخضروات بعض أنواع الفواكه بيقدر يزرعها فبيستفيد من العرق الأخضر؟ تمام. هلا بالنسبه للخضروات هو الافضل الخضروات دائما تكون بارض زراعيه حره. الخضره بدها كميه مي منيحه لحتى ترتوي، بدها تسمين، بدها نكش للتربه كل فتره حتى تضل عم تعطي ثمر. بس كونه ضمن نحن منزل عم نحكي فيه بامكاننا نحن نستخدم اعشاب طبيه مثل الروزميري، اللافندر، الكاري، النعناع، الشكليس، يعني باصناف الاعشاب اللي ممكن نستخدمها هدول بيعيشوا بالبيت للمطبخ للغدا. طبعا هدول بيعيشوا باراني مثلا حدائق منزليه صغيره. وفي عندنا مثلا كاشجار قزميه هلا درج اصناف جديده مثل الدرائن القزمي، الكرز القزمي، هي شجيرات ما بتكبر اكثر من متر ونص وبتعطي كثافه حمل كانه قطعه كبيره. وعندنا الحمضيات كمان درجة منها اللي هي الكيموكوات والليموكوات، البردقان القزمي، الليمون القزمي. بس طبعا هذول كله اختياره بده يكون على حسب جو البيت الإضاءة تبعه. بالنسبة للحمضيات ممكن تقعد ضمن أصيص القزمية وبقرنة مثلا إضاءة عالية
ودرجة حرارة مثلاً تتحمل درجات الحرارة بالشوب بالبرد الحمضيات من أصناف المقاومة يعني. بالنسبة لجو المدن حمل الحمضيات بنسبة خفيفة تقريبا يعني بنسبة 20-30% من حملها. الحمضيات بشكل عام هي بتحب المناطق الرطبة، لذلك عندنا بالمناطق الساحلية الحمضيات بتعطي بكميات أكبر. بإمكانهم ضمن مثلا مدينة نستخدم أصناف مثلا تحمل مثل الدرائن القزم المشمش القزم، الأصناف اللي بتحب هي النشاف بتحب الجو الناشف. بالنسبة للأعشاب بإمكاننا احنا نزرعها بضمن أصايص مستطيلة، مثلا كل قصيص صنف هذا بيستخدم للغلي للزهورات للاستخدامات المطبخية للأكل صح. وبنفس الوقت للريحة وللديكور نستفاد منه يعني. نعم. معلومات منوعة اليوم نتشكرك عليها السيد خالد الكور منسق نباتات الزينة المنزلية، ونتشكرك على وجودك معنا. صباحك. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. الله يخليك. يسعد صباحك.